انطلاقة خدمات المركز الصحي الحضري المستوى الثاني أم كلثوم الولاء بمقاطعة سيدي البرنوسي بالدار البيضاء، أعطاها وزير الصحة خالد آيت الطالب بشراكة مع المؤسسة الاجتماعية أم كلثوم. المركز الصحي يوفر خدمات صحية أساسية للقرب للساكنة المحلية التي تقدر بأزيد من 50,000 نسمة. هذا المشروع هذا داخل في توجيهات ديال صاحب الجلالة لتعزيز العرض الصحي وسياسة القرب. يقدم خدمات جد جليلة، هو مشروع اللي استغرق واحد غلاف مالي ديال أزيد من 6 مليون ديال الدرهم بشراكة مع جمعية أم كلثوم ووزارة الصحة، واللي غادي نرصدوا ليه عدد ديال الموارد البشرية باش نعززوا هذا العرض الصحي وندعموا سياسة القرب. ويقدم خدمات ديال صحة الأم والطفل وكذلك الأمراض المزمنة وعلاج ديال الأسنان كذلك. المركز الصحي الذي تم إنجازه في إطار شراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمؤسسة الاجتماعية أم كلثوم يمتد على مساحة إجمالية تقدر ب 726 متر مربع لغرض أساسي، وهو تعزيز الشبكة الصحية للعلاجات الأساسية بالعاصمة الاقتصادية وتقريب الخدمات الصحية الأساسية من الساكنة المحلية. الهدف ديالنا هو التنمية الاجتماعية الاقتصادية. حنا تابعين على حسب المخطط ديال سيدنا الله ينصرو، انه لي بريوريتي الاوليات اللي كاينين عندنا هو التعليم، هي الصحة، تخصهم يكون عندهم واحد خدمات ديال القريبة القرب، مهمة بزاف على حسب الحاجيات ديالهم. أنا تقريبا عندنا 180-200 كونسلتاسيون في كل نهار. المركز تم تجهيزه بمختلف المعدات البيوطبية الأساسية، وسيعمل على تقديم خدمات صحية متنوعة للقرب تشمل تقديم فحوصات طبية وعلاجات شبه طبية، بالإضافة إلى التكفل بالأمراض المزمنة ومحاربة داء السل، وكذا صحة الأم والطفل والصحة المدرسية، فضلا عن تقديم خدمات علاجات الفم والأسنان.